إذن عودة معكم للمتابعة والانطلاقة بعد الأبراج. يوم الأحد بتكون مع بعض الفيديوز يلي اختلكم يهن جون بي على يوتيوب، وطبعا دايما بيكون عنده موضوع مختلف عن كل أسبوع. خد وقتك، مش عم لقيه بيروت هول. خد وقتك، هلا ضروري تحط اللوكيشن يعني. خلص حط تاج لألك. ايه ونطلع على الهواء. خلص يلا نيكست. اوكي خلصت. ايوه اهلا وسهلا فيكم، حلقه جديده اليوم من عالم الصباح. ورح نحكي جوزيف اليوم شو صار فيك على بكره. ماشي، هي 10 لتلت فكرتها 9 لتلت، بس وصلت على القد وبلشنا البرنامج على القد، وضروري يعني الفضايح على الهواء يعني. كنت ناطر ما توصل يطلع نجوميتي. بلا اجى محلك. بس لا، اليوم اكتشفت انه انت ما بدك تجي محلي، لانه الوحيد اللي لقيته على الكرسي هو علي الدرز. صح، شفت انا ما بطعن اصحابي بالظاهر، بس اليوم اليوم جوزيف نحن رح نحكي عن حلقه عزيزه على قلبك. تذكر هول اللي كنا نعملهم، اللي بكب الورقه بتفوت محلها، بكب القداحه بتفوت. تذكرتون جود بيرفكت؟ ايه اللي حبيتهم كثير وقتها. اثنين فيديو هولي قررنا نعمل اليوم، حنا ثلاثة فيديو عنهم. هن عملوا بالكومبليشن، عملوا انه during the day شو بيصير معهم. رح يقطع بركي فيديوز قاطعين معنا قبل شقف صغار. هن عملوا كومبليشن كبيرة، بنبلش فيهم. اوكي نحضرهم مع بعض. السؤال لا، انه معقول يكون في خدعه بالموضوع؟ ما بعرف، هون عماد اللي قبلنا براسنا انه مش معقول هالقد في قصص ما بتصدق. معقول من اخر الاوضه ينزل الدبابه؟ تمرين تمرين تمرين. في مثل بيقول التكرار بيعلم الحمار. حلو واحد يكون عندنا هيك شيء بالبيت، حدا هيك بهالطريقه هيدي ما بيضيع وقت. مش غلط؟ ايه ايه. لا انت بتزبط معك شيء؟ لا ما بحياتي زبط شيء. اذا بتزبطها محلها ما بتزبط. لا ابدا يعني، بس التمرين هي عن جد هي. اذا بتشوف يعني هلا عم نحكي نحن عم نسال اذا تمرين او مش تمرين. yeah. هولي بلشوا اول شيء جود بيرفكت، هن اسمه البيج تبعهم. بلشوا اول شيء بطبط الباسكت. صاروا يبلشوا من نص الملعب، من اخر الملعب، من راس البنايه، على سطح البنايه عم بكبوها بعيد متر 200 متر 300 متر، يكبوا الطابه تفوت بالسله. yeah. هيك كانت اول شيء بلشوا. بفرجوك هن يعني بالفيديو الثلاث دقائق اللي مركب بيكون كل فيديو بارت. يعني هلا نحن كيف شفناه كب الدي في دي فيت بالدي في دي، هيدي مش مره عاده، بيكون فوق الخمسين مرة هيدا. بالاخر لتزبط معه هالمرة اللي كانوا عم بيصوروها. يعني هلا الفيديو نحن حضرناه ثلاث دقايق قاطع، بس اخذ تمرين بدك تقول ثلاث ايام اربع ايام. يعني اكثر شيء بعتقد تفاجئوا بالشاليمو كيف كبها وطلعت هيدا. يعني بتقول مش مسموع. لا الدي في دي يعني طلع اصعب وحده. 1 ان مليون اذا يعني فتحت الدي في دي هالقد رفيعه من اخر الاوضه اجى الدي في دي محله. هي بتزبط مره كل مليون. المره كانوا عم بيصوروها المليون فشلوا فيها. ما انت اليوم بلشت لنا 25 كانوا عم بيصوروا المليون.
صح. ايه برافو عليك اللي بلشتوا شوية كتير. كيف بعمل لك انا اللينك هيك دغري بالوقت جون؟ انا بتخوفني صحيح. بنكمل تاني بورد يلا نحضرها. Got a hat rack for a reason. Don't that feel real funky, y'all? Hey, T, drive back to that. Ah, oh, my bad. Hit me. Dennis. Tanner. Yep. مش عاطلة ابدا. بدي اتمرن انا وياك على شيء. شو نظبطها على الهواء ونصورها يلا جيب لنا كباية. نحن كباية ما فيك تفوت هون كليناكس. حطيت لك اياها بتحديك عن جد تفوت شيء بقلبك. اي ما بتعطينا كباية وكليناكس بليز؟ بده يتحدينا. تعال بتزبط معك؟ اكيد ما بتزبط معي جوزيف. اكيد ما بتزبط معي. بعد في عندك فيديو؟ ايه بعد في عندنا فيديو بس ما نحكي عن الفيديو اللي قطع. يلا كمان بارت حضرناه بدي احكي لحالي جوزيف ترى. ايه لا حلو عم بسمعك لانه مش بهيداك يعني شو بدي اقول يعني. لا هيدا نحن قلنا لك هيدا بتفاجئ. هيدا فيديو واحد خمس دقائق نحن قصرناه عملناه وي كات تو بارتس يعني قصرناه. وانا بطلب كل المشاهدين تبعنا يجاوبوا على السؤال اليوم اللي انا طرحته على صفحه التواصل الاجتماعي تبعنا على فيسبوك اذا شي مره تتاخروا على الشغل. بنكمل مع ثالث واخر فيديو. عن جد طرحت هيك سؤال؟ اكيد فوت شوف. مش طبيعي ما فيك تطلع ما فيك we'll be right back.
مش غلط مش غلط مش غلط. يعني الواحد حلو تتدرب وبتعرفوا الاكليبر بالحياه قد ايه مهم. يعني التوازن عم بحكي على بكره على التوازن بالطبيعه والكون. يعني كنت عم خبر اذا سمعتني بالبدايه احسن ما اقوله عم كرر، الاسد 25% من محاولاته بس بتنجح و75 بتفشل. ايه بس هذا انه كل الحيوانات تقريبا هيك محاولاتها بتفشل بس بيضلوا يجربوا بيضلوا يحاولوا. انت بدلك تجرب جوزيف اذا طبعا اكيد ولو واضح قديه بدلك تجرب من التخته قبل ما تقوم. ايه عن جد الا هيدي على بكره هو حلو النوم بس انا عاده بوعى قبل بساعه ونص ساعه وثلاث ارباع هيك لصحصح وكذا. اليوم ساعتي مأخره ساعه مسبقه ساعه شو بقولوا انت يعني فكرت انت ساعه ثلث هي 10 ثلث مأخره ساعه بقى جاي على مهلي كنت منيحه كانت يعني منيحه نهار احد ما في حدا على الطريق. ايه نوم فيك تتاخر نهار احد انا بدك احد يجي في يغلط الانسان صح ما حدا بس بدك حدا يغفر له الغلطه. هيدي بتسمح لي بابا لانه اليوم حتضلك كل النهار تحكي على الموضوع ولا نعم. هيدي الحلقه كانت اليوم ان شاء الله تكون حبيتها جوزيف. هلا لك عملتها سبيسيال يعني التريك شوت لانه الموسيقى جاستن تيمبرليك. كمان بحبه كمان بحبه جاستن تيمبرليك. ايه كمان جاستن تيمبرليك كمان. يلا هلا بنحضر جاستن تيمبرليك البومه الجديد عندنا رح نحضره. رح ناخذ بريك قبل وبنمرق عند الشيف وبعدين بنرجع معك على غير موجه صح. يلا فاصل ونواصل.